سكت الباب مصلوح ولا هي بنا يا مظنة فوادي ضيدان بن قضعان مساعد الرشيدي خلف بن هذال محمد بن شلاح. محمد بن شلاح ثبت؟ ليه؟ ثبتوا له لمحمد بن شلاح. املى الوجار املى الوجار وخلوا الباب مفتوح خوف المسير يستحي لا ينادي. اعطونا المؤشر يا جماعه. الصناديق الان على الشاشه عليان اختر قيمه. ترى عم عبد العزيز بن صقر. عم عبد العزيز بن صقر؟ نعم والله. بسم الله الرحمن الرحيم. 17. اكشفوا عن قيمة الصندوق. 200 نقطة يا عليان. السؤال الثاني مع عبد العزيز. جاهز؟ توكلنا على الله. عطونا السؤال الثاني. تقيم الدول والحكومات اقتصاداتها عادة لتحديد التوسع والانكماش، نفقاتها، الأجور والتوظيف، ناتجها الخام. هاشتاج. هاشتاج. نروح للهاشتاج. نطلع للهاشتاج البزنس 63. السؤال كالتالي: تقيم الدول والحكومات اقتصاداتها عادة لتحديد أي من الخيارات الأربع الظاهرة على الشاشة؟ عزيزي المشاهد، تعتقد أو متأكد أنها هي الإجابة الصحيحة؟ شاركونا عبر تاج البزنس 63. طيب ندخل الهاشتاج على بركة الله. الأيام تمشي سريعة يا عبد العزيز، صح؟ صحيح. وش اللي أسرع من الأيام؟ أسرع من الأيام أحمد العمر. الوقت. العمر راح. أويلي هالعمر راح. من اللي راح غير العمر يا عليان؟ ناس غاليين وغاليين علي. صحيح. وعليكم. وهي صحيح. آخرهم؟ آخرهم راكان السهلي. الله يوفقه يا رب. أولهم مبارك الدوسري ويوفق الشباب اللي طيب. طلعوا نقرا من التاج كالعاده. زيرو تو تقول ما شاء الله اليوم بادين بالوقت. اقول سبب تاخرنا البرايم اللي راح ولا اسكت؟ اسكت بس امشي. انا ما لي علاقه، صح؟ صحيح. والله يا عليان اليوم انت اطلالتك جميله جدا حبيبي. بس اليوم يعني؟ لا دائم، بس اليوم طيب. مختلف للغاية. قول لي ثبت وثبت يا عبد العزيز. ثبت. ثبت. عندك جي تقول التوسع والانكماش. معها. معها. ثبتوا لي على التوسع والانكماش وعطونا الإجابة. عطونا الإجابة. الصناديق واختر قيمه للصندوق. 21. 21. ألف مبروك. نصف قيمة نصف القيمة الظاهرة على الشاشة. طيب مهذل جاهز؟ طيب الآن عندك 350 يا عبد العزيز بن صقر، كذلك 200 نقطة عندي عليان. بقى مهذل بن مسفر. أعطوني سؤال مهذل وسؤالك يقول يا مهذل. منظمة أو منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة تعرف ب اليونسكو، اليونسف، الإسيسكو، الأليسكو. صعب.
اتصال؟ عطوني اتصال وثبتوا لي على التايمر. على بال ما يجهز الاتصال 31 ثانية تكون مع المتصل. أتمنى أتمنى من الأخوة في الكنترول من باب العدل والمساواة، الآن احنا عندنا 31 ثانية، يشتغل التايمر عندكم 31 ثانية، أو أنا شغله من جوالي ما عندي أي مشكلة. في حال المتصل ما سمعنا زين، تأخر في الإجابة، انتهى الوقت، نعتذر. لذلك تنويه لكل المتصلين اسمعنا من التليفون. طبعا مثل هي موقعها في المغرب، جمهورية المغرب العربية، ومديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك اللي نوجه له تحية. الاتصال جاهز أو لا؟ بدر، بدر الشمري. تم. أهلا وسهلا يا بدر، كيف حالك؟ طيب. هلا وسهلا يا مرحبا. الله يطول بعمرك بدر. أقرأ لك الـ 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 أول شيء بكشين يا بدر. شلون؟ بكشين؟ لا ما بيشين حبيبي. طيب بدر أقرأ لك السؤال. سلم لي على مناحة قبل شين. ما أسمعك. أقول سلم لي على مناحة قبل شين. على خشمي مناحي ما شاء الله تبارك، يعني بديت أشك إنها عصابة في كل برايم ما شاء الله تبارك الله. مناحي إيش الخبيئة اللي بينك وبين الله؟ عشان ما دخلنا برايم. طيب بدر اسمعني من التليفون بقرأ لك السؤال. أعطوني صوت بدر في الربيز أو سمعني شو. طيب سؤالك يقول يا بدر، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة تعرف ب اليونسكو، اليونسف، الأسيسكو، الأليسكو. أيوة. الأسيسكو. الأسيسكو. شكرا شكرا يا بدر. الأسيسكو تختلف تتفق. ثبت ثبت ثبتوا لي على الأسيسكو وعطونا الإجابة. استاهل يا أبو، استاهل الطيب. هي غريبة عليهم والله. طيب أعطونا الصناديق واختر قيمة للصندوق يا مهذل. 18 ألف نقطة لك، منها 500 نقطة يا مهذل. مناحي جاهز؟ جاهز. أنا شك حتى لو تعرف الإجابة راح تطلب اتصال عشان يدقون عليك. طيب أعطوني سؤال مناحي يا جماعة. سؤال مناحي في الإعلام، يقول السؤال: هي أول صحيفة تصدر في نجد وقد نشأت على صفحاتها أقلام أدبية معروفة. العرب، الرائد، عكاظ، اليمامة. عطنا هاشتاج، عطنا اتصال. اتصال؟ أعطوني اتصال يا جماعة. مع 27 ثانية. تسمح لي أجاوب؟ طيب معدنا الجميل، أول ما يجهز الاتصال أعطوني خبر. عليان لبيك. أقول تسمح لي أجاوب؟ أسمح لك بس بعد الإبرام إذا ما كنت المغادر. طيب الاتصال جاهز؟ طيب السؤال الآن: هي أول صحيفة تصدر في نجد وقد نشأت على صفحاتها أقلام أدبية معروفة. العرب، الرائد، عكاظ، اليمامة. شاك في إجابة أنت مناحي ولا لا؟ والله أنا تقريبا اليمامة هي أكثر. شاك في اليمامة. طيب في معلومة كنت ودي أقولها بس لو قلتها راح تعرف أنت إيش الصحيفة. الاتصال جاهز يا جماعة ولا لا؟ عطونا الاتصال. مين معي؟ طيب سمعوني ايش يقول بس على الاربيز. الو الو الو، شو اسمك يا بابا؟ رحاب. ايوه. طيب يا رحاب وش الجواب؟ احمد. احمد؟ ما في احمد يا ماما. شوفي بقرا عليك السؤال واعطيني الجواب. طيب طيب يا الله تبارك الرحمن.
أول صحيفة تصدر في نجد وقد نشأت على صفحاتها أقلام أدبية معروفة؟ أنت تنادين بابا ولا تجاوبين ولا اسمعيني؟ العرب، الرائد، عكاظ، اليمامة، أي واحدة؟ وش يا ماما؟ عكاظ. وش تقولين؟ وش قال؟ تقول عكاظ؟ ايوه. يلا شكرا يا ماما، يلا. وش اللي شكرا يا ماما؟ دقيقة، دقيقة نزل بيز. شكرا ماما ليش؟ شباب ليش ما حد صحح لي؟ توني استوعب، ليش شكرا يا ماما؟ ايش قال؟ ها؟ قالت شنو؟ ايش قالت شنو؟ انت يا عليان ترى ماني مرتاح. واضح ماني متوتر يا ابو. ما انت متوتر. ها يا مناحي. والله يا اخي ولا عاد تطلب اتصالات. اول حاجة اول صحيفة تصدر في نجد. ها؟ وعكاظ ما كانت في نجد، عكاظ كانت في طيب طالب. الإجابة بشكل سريع عشان ما نطول. الوقت انتهى. عطنا عكاظ. عكاظ؟ ثبتوا لي على عكاظ. أعطوني المؤشر بس هالمرة مختلف. هي اليمامة، ليتك رحت مع شكك وأكدت الشكوك يا مناحي. معوض معوض. جاهز ابن فرزان؟ نهدى يا جماعة. نواف ابن فرزان ركز لي، أعطوني سؤال. نواف سؤالك يقول: يا نواف، سوق تشير الروايات التاريخية إلى أن الرسول تاجر فيه بيعاً وشراء، سوق مجنة، سوق عكاظ، سوق هجر، سوق حباشة. سوق هجر. سوق هجر. نثبت؟ ثبت. ثبتوا لي على سوق هجر. طبعا هذا السوق يعني يعتبر من 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 اكبر الاسواق. ليش قلت سوق هجر؟ عكاظ حديث طبعا للحين. ايوه حباش. انا هجر قد سمعت به حديث، قلت يمكن هو هجر. هجر تقوى الهجر. احد يكملها؟ الهجر وانا لا وش بعدكم العادل. صوتك زين ترى. تقوى الهجر. ما لي بحفظها والله. حبيبي لو يعطونا صدمة اصواتنا يعني. هي طيب اعطوني المؤشر. للاسف سوق حباشة يا نواف بن فرزان. يا رجال سوق حباشة محمد المسردي. نهدى يا جماعة. محمد جاهز؟ جاهز. اعطوني سؤال محمد. في الرياضة مدافع ركض به جارث بيل وسجل هدف الفوز للريال نهائي كأس نهائي كأس الملك الإسباني 2014، جيرارد بيكيه، كارلوس بويول، مارك بارترا، صامويل أومتيتي. اتصال. اتصال. عطونا اتصال يا جماعة. عاد ياسين معلق في المباراة دي. كان المعلق فيها الجميل جدا رؤوف خليف. وانتهت بانتصار ريال مدريد للاسف 2-1 على برشلونه. طلع برا التماس. ايوه بس ما نلمح الاجابات عشان ما يروح السؤال. طيب اعطونا اتصال يا جماعه. تجلى فيها رؤوف خليف. تجلى في التعليق على الهدف رؤوف خليف. يبغى يروح الدكه. طيب ساره. هلا. من وين تكلمينا؟ من المدينه. من وين؟ من المدينة. من المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أصداء البرنامج عندكم في المدينة يا سارة؟ ممتاز. اللهم لك الحمد. طيب أقرأ لك السؤال. تفضل. مدافع ركض به جارث بيل وسجل هدف الفوز للريال نهائي كأس الملك 2014، المدافع مين؟ جيرارد بيكيه، كارلوس بويول، مارك بارترا، صامويل أومتيتي. معلش أعيد لك السؤال. التايمر يا جماعة معناه مدافع ركض به جارث بيل وسجل هدف الفوز للريال
نهائي كأس الملك 2014 جيرارد بيكيه، كارلوس بويول، مارك بارترا، صامويل أومتيتي. الأول جيرارد بيكيه. أيوة التامر خلاص، بس أنت متأكدة؟ إن شاء الله. إيه طيب، يعطيك العافية، سلمين على أهل المدينة. السؤال كان عند مين؟ محمد بسردي. عندي تتفق تختلف؟ اختلف. من تختار؟ كارلوس بويل. كارلوس بويل، ثبتوا لي على كارلوس بويل يا جماعة. تذكرون المباراة يا عيال صح؟ تذكرون المباراة والتعليق؟ انتهت 2-1 ريال مدريد. حتى كان مصاب جارث بيل، هرب شات جارث بيل. عطونا الإجابة. الله، مارك بارترا، كانت واضحة جدا. أبو عاد الهدف مشهور، لكن أبو مدافع اللي معه والله إني ما أدري. كارلوس بويل وقتها ما لعب. ها؟ أتوقع اعتزل. طيب جاهزين يا جماعة؟ نحافظ على الهدوء. شكرا للمتصلين، شكرا للمغردين عبر تاج البزنس 63، شكرا لأنهم قاعدين يحاولون.